إزالة الورق الجدران. موضوع جدا بسيط، تحتاج سطلة ورولة ومي. المكان اللي بيه ورق جدران تنطيه مي كلية الجدار وتعوفه بعد 10 دقائق ربع ساعة يجي بيلك بيته، وبعدين انطل ساعة عمل تنقع مي بسهولة يجي عندك. الجدار اللي يزلنا من عنده ورق الجدران واللي شرحنا طريقة إزالة ورق الجدران وراها قلسة عام بالسفن تنطيها أوقات أوقاتين ويرجع حايق عدل جديد بقدرة صدر تحيا. الفينش الأخير للصالة أريد ننوه على ورق الجدران. الجدار ذاك أمامنا كان فيه ورق جدران وزلناه كليته، وراح ننزل الفيديو عليه من البدايه للنهايه، شلون تزيل الورق وشلون تطرس وشلون تختم بالاخير.